أهلا بكم مشاهدينا. ظاهرة فلكية نادرة الحدوث تجمع بين نوعين من الكسوف الشمسي يوم الأحد القادم، حيث يبدأ كسوف حلقي وينتهي كليا. ما الذي يجعل هذا الكسوف غريبا ونادرا؟ لاحظوا خلفي مشاهدينا، سيكون كسوفا كليا عند خط الاستواء وخط غرينتش، وسيمر بمدينة غرينتش في لندن ويقسم الكرة الأرضية إلى قسمين شرقي وغربي. وإليكم نبذة مختصرة عن تاريخ هذا الكسوف الكلي النادر. حدث هذا النوع من الكسوف 14 مرة، ورصد قبل الميلاد، وكان آخر رصد لهذا الكسوف عام 1466، في حين كان الكسوف الكلي التالي المتوقع حدوثه عام 2114 ميلاديا بحسب ما ذكره الفلكيون. طبعا هذه الظاهرة الفلكية النادرة ستواكب ميلاد هلال شهر محرم الذي يبدأ به العام الهجري الجديد يوم الثلاثاء المقبل في الخامس من نوفمبر. ومن المنتظر أيضا مشاهدينا أن تشهد السعودية هذا الكسوف النادر المختلط بين الكلي والحلقي، والذي يستمر دقيقة وتسعة وثلاثين ثانية، ويمكن رصده أيضا في المحيط الأطلسي وخط الاستواء والبلدان العربية والبحر الأبيض المتوسط حسب ما أعلن باحث فلكي سعودي. وأشار الباحث أيضا إلى أن بداية الكسوف أسفل قرص الشمس سيقع إلى شمال غرب السعودية في تمام الساعة الرابعة وواحد وعشرين دقيقة، وإلى المناطق الشرقية من البلاد في تمام الساعة الرابعة وتسعة عشر دقيقة. الحدث النادر مشاهدينا سيكون فرصة للمشاهدة، حيث يعتبر الكسوف الكلي فرصة سانحة لمن لم تتسنى له رؤيته في حياته، حيث أنه لا يعود إلى المنطقة ذاتها التي زارها إلا بعد 400 عام تقريبا. ولهذا تحصل لشخص واحد فقط من 30,000 شخص مشاهدة الكسوف الكلي في الحياة. لكن يبقى الأهم هو التحذير من عدم النظر المباشر إلى قرص الشمس أثناء الكسوف طبعا، إلا بعد استخدام الأدوات الخاصة بها، لما في ذلك من ضرر بالغ للعين بسبب تعرضها لكميات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية.